من أجواء الشباب حابة انتقل معكم لليابان. حقيقة هالبلد اللي صار نموذج للنجاح والانضباط بالعالم كله. شو ممكن نحن كشعب لبناني نتعلم من اليابان؟ الليلة اللبنانية اللي عاشوا باليابان واكتسبوا خبرة حياة وحضارة هيدا الشعب. واحد من هالقليل هو السيد كايل حلو اللي عاش لمدة 10 سنين باليابان وتزوج سيدة يابانية. هو استاذ دولي بالكاراتيه وبالعزف على آلة موسيقية يابانية اسمها شاكو هاشي. منشوف بعض الصور والمشاهد لكايل باليابان ومنرجع منتابع. نشأ كايل حلو في عائلة لبنانية تؤمن بالتسامح والقيم وتساوي الحقوق بين البشر. انتقاله إلى الولايات المتحدة مع عائلته في العام 1990 قادوا إلى دراسة الفلسفة والتعرف على حضارات الشرق الأقصى. وبعد فترة بدراسة الكاراتيه والعزف على آلة الفلوت اليابانية المعروفة باسم شاكوهاشي، أعطته هذه الدراسة تعلقاً بمبدأ السيطرة على النفس وتفهم الآخرين اللي يساعد على تحقيق التناغم والسلام داخل النفس. وقادوا أيضاً انجذابه للحضارة اليابانية في العام 2000 للانتقال للعيش فيها، حيث أمضى 10 سنوات تعلم فيها دروس كثيرة في الحياة وتخرج أستاذ في الكاراتيه والعزف، كما ارتبط بزوجة يابانية أدخلته أكثر في عمق حضارتها. يخصص كايل حياته اليوم للترويج للصداقة والسلام عبر فنون اليابان التقليدية، وهو مدير لجمعية شينكيوكان المهتمة بهذا الموضوع، وقد فاز بعدد من البطولات العالمية في رياضة الكاراتيه. كايل أهلا وسهلا فيك. من لبنان على اليابان، خبرني شو وصلك على اليابان. لبنان أمريكا، أمريكا يابان. أنا كتير حبيت الحضارة اليابانية لما كنت ساكن بأمريكا، وفت بمجالين لهم علاقة بالفنون اليابانية. واحد هو فن موسيقي والثاني هو فن قتالي للدفاع عن النفس، اسمه شوتوكان كاراتي دو، والموسيقى اسمها شاكوهاتشي اللي هلا رح أجيكم إياها، هي الفلوت اليابانية. فحبيت أتعرف على الحضارة اليابانية أكثر. هي بتعرفي كلها بتعني عن الهدوء والسيطرة على النفس والتواضع والبساطة، ضبط النفس، التقبل بالآخر، المحبة والتعاطف مع الآخر. هي كلها تابعة للحضارة اليابانية اللي تعرفت عليها بأمريكا. فحبيت بس فوت لمجالات بعد أكثر أغمق إذا فينا نقول. هاو تعلمتن أنت وموجود بأمريكا؟ أنا وموجود بأمريكا، نعم نعم. رجعت بعدين انتقلت على اليابان؟ مزبوط. اوكي، رحت لحتى تختبرهم؟ رحت حتى اختبرهم، نعيشهم، شوفهم. يعني يلي بده ياكل تبوله بس مجبور يجي على لبنان لحتى يذوقها. فنفس الشيء حسيت انه علي يروح على المنبع تبع هالفنون اللي هو باليابان. شو تعلمت هونيك؟ شو تعلمت من حضارتهم؟ اول شيء عشت حياه كثير بسيطه، فيلي تعلمت هو البساطه، يعني simplicity. بساطة بأي معنى؟ البساطة بالعيشة ولا البساطة بالتصرف ولا بساطة شو؟ بكل شيء، بكل شيء. الحياة عندهم يعني كتير فيها تأمل، فيها تركيز على النفس، فيها تركيز على الآخر، فيها احترام حقوق الإنسان، فيها احترام الآخر. هذه هي. ما لقيت شيء منه هنيك موجود بلبنان؟ أكيد كله موجود بلبنان وبالعالم كله، بس لازم علينا نحن نعرف كيف نعمل له نورتشرينج، يعني بدنا نعرف كيف نغذيه لحتى لتنمى هالبذرة اللي نحن عم نزرعها. 10 سنين سكنت باليابان؟ نعم، وبعدني بعدني بين اليابان وبين لبنان. وتزوجت امرأة يابانية؟ مزبوط مزبوط. شو هالمزج يعني؟ إنه هو واحد
بمجتمعه الشرقي، وبحس اذا تزوج وحده، اذا كان لبناني، اذا تزوج وحده عربيه يعني من غير بلد، بحس انه هيك بعيد شوي عن حضارته. لرحت هالقد على اليابان، يعني هالقد متفاهمين، هالقد في اشياء مشتركه بين بعضكم؟ يعني لما نقلنا على امريكا بظروف شغل مشان بيي، انفتح العالم قدامي في يقول، وهالانفتاح صراحه ما كنت يعني ما حسيت حالي غلط ابدا، بالعكس حبيت الانفتاح، انه الانسان يتعرف على حضارات اللي موجوده بالعالم. هذا نوع التواصل، وفي قواعد للتواصل، في نوع من قانون للتواصل، اذا عرفنا نحصل عليه ممكن نعيش نحن بالمجتمع اللي ساكنين فيه بطريقه كثير مسالمه. حسيته اثر كثير على شخصيتك، يعني انت حدا هادي ورايق، يعني قد ما في كنت هيك قبل ما تتعلم هول الاشياء؟ اكيد مثل كل انسان عنده وقته، انه في اشياء بتاثر عليه، بس يلي انا حبيت اعمله انه اتعرف على طريقه انه كيف في سيطر على نفسي، فهيدي هي. وقدرت تسيطر على نفسك؟ قد ما في. تلعب موسيقى كمان على آلة يابانيه؟ مزبوط. اللي رجع شو اسمها؟ اسمها شاكوهاتشي. شاكوهاتشي، نعم. فزتها مزبوط. مزبوط. فينا نسمع شيء من الموسيقى؟ اكيد اكيد اكيد. يعني هي شكلها اصلا مثل الفلوت او مثل الناي بس على اكبر. اي عبالي اسمع صوتها. اكيد بس تعرفكم عليها هيك لحظه صغيره. هي معموله من جزر البامبو، نوع خصوصي من البامبو اسمه ماداكي. بيقطفوا البامبو بيعتقوها بين 10 سنين و20 سنه قبل ما يبلش يشتغل فيها العامل يلي رح يصنعها، ومن بعد هيك بدوزنها، بيزيد عليها من جوا، بتبقى فارغه من جوا، من فوق لتحت كلها فارغه، ما فيها شيء من جوا. بس الاصوات يلي الواحد لما يصير ضابط نفسه عبر هالآلي اللي هي وسيله اذا بدنا نسميها، ليعرف يتعرف على نفسه شو بيقدر نفسه يعمل بهالآلي. شكلها آلي كمان رومانسيه، فيها موسيقى يعني رايقه. هلا رح دق لكم شيء.
شو حلو. ثانك يو. عن جد واحد يمكن ما بحب هيك يوقف، تزرع السلام وبتزرع الهدوء بنفسه للواحد. كلهم غفيو. بالنسبة لإلي هيدي هي الحضارة اليابانية يلي أنا رحت أدرسها. كتير صعب إنه الواحد يعبر عليها بالكلام. بشجع الجميع إنه يروح على اليابان يعيش الحياة، يشوف الحياة البساطة عن جد، كله بسيط، من الآلات اللي بيعزفون، من طريقة الحياة، الأكل. يعني نحن بعز الفوضى اللي نحن عم نعيشها، وبعز يمكن هالحالة اللي بتضل موترتنا دايما، شو ممكن الشعب اللبناني يتعلم من الشعب الياباني؟ أنا بقول أول شيء الهدوء، هذا أهم شيء، والسيطرة التامة على النفس، والإنسان يكون أول شيء يطلع على نفسه أول شيء قبل ما يلوم غيره على الاشياء اللي بتصير. هيدي هي انا بقول اهم الاشياء اللي ممكن نتعلمها. وانت شو الرساله اللي عم بتأديها بهالحياه؟ انا للوقت الحاضر عم بقدم خدماتي قد ما فيي للمجتمع اللبناني والشرق الاوسط بتعليم هالفنون اليابانيه. فبعزم الجميع انه يجي يتعرف، يجرب، يشوف الأماكن يلي عم بعلم فيها بلبنان، موجودة بكل مناطق لبنان يعني، حتى لو مع غيري كمان ما في مانع، بس الإنسان عليه أنه يكون مثل لغيره بالمجتمع يلي احنا ساكنين فيه. على كل شخص منا ياخد أول خطوة ويبلش يتعرف على هالفنون. هو يشوف الفن الياباني أغلبيته التقنية، لما الإنسان بلش يتعلم هالتقنية أول خطوة عليه أنه يصغى، يسمع كلمة الأستاذ، يشوف شو عم يشرح الأستاذ، شو الموضوع، شو الحركة، شو التكنيك يلي نحن لازم نبلش فيها. الإصغاء والتركيز. مزبوط. إذا بطل في تركيز صار في لعب وبسط وانشراح، راح الدرس. صح. فعلينا نحن نسيطر على نفسنا ونجرب نركز ونأخذها خطوة خطوة. إن شاء الله. شو فينا نحن نمشي بيكون عظيم. إن شاء الله. هيدا هو اللي أنا فيه شجعه. وإذا نقدر نتعلم منك رح نتعلم. أهلا وسهلا. ميرسي كايل. ميرسي لك. مشاهدينا بريك قصير ونرجع.